عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الوطنية للوقوف على مستجدات الفيروس وتطورات الحالات المصابة. وقد أكد مقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 أن البحرين أثبتت أنها تمتلك قدرة وطنية على الكشف عن الفيروس ومواجهته. من يوم بدينا نفحص عدد الفحوصات اللي صارت في مملكة البحرين، وهذا اللي أنا الرقم اللي اعتز فيه شخصيا، يفوق 7131 فحص. ترى يا جماعة هذه الكمية لو نقارنها على مستوى العالم احنا نكون اول دولة قمنا بهذه الفحوصات على حسب حجم البحرين، معناته عندنا قدرة وطنية تستطيع ان تكشف على هذا الفيروس. هذا الرقم انا اللي يهمني صراحة، هذا الرقم هذا اللي هو لازم ينشر على وسائل الاعلام. كمية مهولة من التحليلات قام بها فريق وطني بحريني في البحرين لعمل هذه الفحوصات على مدار الساعة. من هذا 7131 عندي منها 85 حالة مؤكدة. حالة مؤكدة معناتها أن هي حالة إيجابية، الفحص يعني هالفحص الكلي للإيجابي. هذا حتى يدل على قدرة المختبر على التعريف على الحالات المؤكدة. من الحالات الموجودة هذه اللي هي 85، من الحالات اللي موجودة حاليا في البحرين هي فقط 79 حالة قائمة. طبعا شفتوا الحالات الستة اللي طلعوا، وفي ان شاء الله حالات ثانية بتطلع ان شاء الله عقب هذا المؤتمر الصحفي. فالارقام هذه غير مخيفة، هذه الارقام تدل على شيئين، تدل على عندنا قدرة استيعابية لمعرفة الاشخاص المصابين بهذا الفيروس، وفي نفس الوقت عزلهم عن المجتمع. فإذا واحد بيسألني هل انا عندي حالة اصابة داخل مجتمع البحرين، اقول له والمسؤولية تقع علي، عندنا حالة صفر، ما توجد حالة داخل المجتمع البحريني. يعني بالإنجليزي يسمونها الكوميونيتي سبريد. لو أفسرها لكم مش معناته، يعني أنا ما عندي شخص في البحرين مصاب بفيروس الكورونا من مصدر غير معلوم، جميعهم هذين من مصدر معلوم، من يا ما هو من مسافر إلى بلد كان فيها الفيروس، أو مخالط لشخص قادم من هذه البلد. كم عدد المخالطين الموجودين عندنا؟ عندنا 4 مخالطين، هذين المخالطين اللي خالطوا أحد أقربائهم من العائدين من الدولة الفلانية، 4 فقط منهم ذلين، وهذين مو يعني أشخاص جايين من أماكن مختلفة، هذين أشخاص موجودين في البيت نفسه. فهذه حتى يعطيكم يعني تأكيدية أن ما عندنا انتشار خارج نطاق المنزل، ما عندنا حالات في المدارس، ما عندنا حالات من المآتم، ما عندنا حالات من المساجد. فالكمية اللي فحصناها 6-7 آلاف أكدت أن لا يوجد حدوث حالات في داخل المجتمع البحريني.